السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم استكمالا لمحاضرات مساق الأرشفة الإلكترونية، وسنتعرف اليوم عن أجهزة التخزين وفوائد شبكات التخزين. طبعا مع تزايد حجم البيانات والملفات المتطورة والتطور المستمر لإنتاج التطبيقات الجديدة زي التطبيقات اللي احنا بنحتاجها للأرشفة الإلكترونية، زاد الطلب على التخزين، لأنه احنا بدنا أجهزة تخزين تستوعب البيانات والملفات الكثيرة التي نريد أن نرفقها ونخزنها ونأرشفها. حجم البيانات صغيرة كانت أو متوسطة، من الممكن الاكتفاء بتخزين هذه البيانات على الأقراص الصلبة الهارد ديسك الموجودة طبعا في سيرفرات الملفات وقواعد البيانات، لكن إذا كانت حجم هذه البيانات كبيرة وضخمة فإحنا بحاجة إلى أجهزة أكثر سعة وتطور، ولذلك تعتبر أجهزة التخزين Storage Area Network أو اختصار CAN إحدى الحلول الجيدة والمتطورة لتخزين البيانات الهائلة، وهي شبكة معلوماتية متخصصة بتهدف لتخزين البيانات وبتوفر الوصول لإلها من قبل كل المستخدمين الشبكة اللي متواصلين في هذه السيرفرات. ما هي فوائدها؟ طبعا فوائدها سرعة نقل البيانات عالية باستخدام الألياف الضوئية، وحدات تخزين مركزية بتسمح لعدة سيرفرات باستخدامها، بتوفر حماية للبيانات وبتستعيدها، وذلك بعزلها عن الأضرار اللي ممكن تصيب السيرفرات، بتقلل من عدد السيرفرات، فبدلا من وضع فايل سيرفر لكل شبكة بنضع وحدة تخزين مركزية لهم كلهم، تسهل الوصول للبيانات والتطبيقات، توفر الكثير من الوقت. يعني عندنا مثال، يستطيع كل المنتسبين المتواجدين في مختلف فروع الشبكة، سواء الشبكة كانت محلية أو شبكة واسعة، تجربة التطبيقات وبالتعامل مع قواعد البيانات، وذلك بالوصول لوحدات التخزين المركزية بدل التنقل بين الفروع. بنعمل اتصال بين مختلف أنواع السيرفرات وأنظمة التشغيل، سواء نظام التشغيل كان نظام ويندوز أو لينوكس. طبعا عندي انا الى اخره بجميع الانظمه، احنا طبعا اللي بنتعرف عليها ان انظمه ويندوز اللي لنا احدثها. معماريه شبكات التخزين اللي هي السان، تتكون المعماريه شبكات التخزين من 3 طبقات اللي هو هوست لير، طبعا هذه بتمثل اجهزه الكمبيوتر زي ما انتم شايفين، هوست لير هي اجهزه الكمبيوتر، 3 اجهزه زي ما انتم شايفين. النوع الثاني من معمارية شبكات التخزين اللي هي فيبراي كلير، توصل الكمبيوترات والسيرفرات مع وحدات التخزين، شايفين فيبراي كلير هاي طبعا السيرفرات توصلهن مع وحدات التخزين. وستورج لير تمثل وحدات التخزين زي ما انتم شايفين بالشكل اللي امامكم. قاعدة البيانات طبعا الداتابيز، مجموعة منظمة من المعلومات المرتبطة ببعضها البعض بصورة منطقية، يعني مجموعة منظمة من المعلومات مرتبطة ببعض، هذه المعلومات بتكون مرتبطة ببعض لكن بصورة منطقية. كافة المعلومات المتعلقة بالأرشفة تخزن في قاعدة البيانات، تختلف هذه المعلومات باختلاف عمل المؤسسة. عند أرشفة ملفات المرضى في مستشفى معين نحتاج لمعلومات عن المرضى، رقم المريض، اسمه، عمره، عنوانه إلى آخره، لكن إذا أردنا أرشفة الكتب الموجودة في مكتبة احنا بنحتاج معلومات الكتب، رقمه، الكتاب، واسم الكتاب، واسم المؤلف، تاريخ الإصدار، الناشر وإلى آخره. فهذه قاعدة بيانات. ليش بنستخدم هذه قواعد البيانات؟ عندنا أسباب عديدة بتجعلنا نتحول من استخدام الملفات النصية الوورد فايل أو جداول الإكسل الإكسل شيت إلى نظام مركزي موحد تسمى بقاعدة البيانات الداتا بيس. أبرز هذه الأسباب، واحد، لدينا الكثير من الملفات المنفصلة أو الكثير من البيانات المخزونة في ملفات فردية متبعثرة هنا وهناك، والتي تجعل من الصعب إدارتها وخصوصا عند ازدياد عدد هذه الملفات. بيكون عندنا استخدامات متعددة للبيانات والتي تتطلب القدرة على النظر في البيانات بطرق عديدة ومختلفة. مثلا نحتاج إلى إدخال معلومات منتسب معين، نحتاج إلى قائمة بأسماء المنتسبين، كذلك نحتاج لتقرير عن مجموع المنتسبين حسب أقسامهم، هذه الاحتياجات تكون صعبة المنال.
إذا كانت هذه البيانات منتشرة في ملفات، لدينا الحاجة إلى تبادل وتقاسم البيانات بين المستخدمين. على سبيل المثال، لدينا عدد من المستخدمين يدخلون البيانات الجديدة، والبعض الآخر يجرون تعديلات على البيانات الموجودة، أما البعض الآخر فيدرسون التقارير ويجرون التحليلات الضرورية على البيانات. شخص واحد بتمكن من تحديث البيانات على جدول إكسل أو ملف نصي في وقت واحد، لكن أنا لما أستخدم قواعد البيانات كل المستخدمين المرخصين يستطيعون أن يشاركوا البيانات ويجرون العمليات الضرورية عليها في وقت واحد. معظم التطبيقات الحديثة بتكون عادة متعددة المستخدمين، يعني كل المستخدمين بيقدروا يدخلوا قواعد البيانات ويستخدموا البيانات المحفوظة فيها. طبعا باستخدام قاعدة البيانات أنا بقدر أحافظ على سرية وأمن المعلومات من خلال هذه الخطوات. أول شيء، أنا لما أعطي المستخدم رخصة لازم، يعني أنا بعطيه باسورد ويوزر نيم، فالمستخدمين غير مرخصين لا يستطيعون دخول النظام. لو تلاحظوا أنتوا شبكات الإنترنت اللي في الشارع ممكن تعطيك البطاقات وتبيعها، لكن أنت من خلال البطاقة هذه أنا بعطيك يوزر نيم وباسورد تقدر تدخل فيها على شبكتي عشان تحصل على الإنترنت. من خلال بدون الباسورد وبدون اليوزر نيم ما بتقدر تدخل. هذا مثال بسيط بس على الشبكة، بس فيها سيرفر صغير الحجم ممكن يوزع إنترنت مركزي في منطقة أو حي ما. طيب، ثانيا، كل مستخدم مرخص يعني له صلاحيات خاصة به، من خلاله بيستطيع أن يستخدم جزء أو عدة أجزاء من النظام. مثلا مدخلي المعلومات لهم صلاحيات إدخال المعلومات من فورم أو صفحة معينة، يعني بينما المدراء اللي بسميهم أدمنستور لديهم صلاحيات أوسع كمشاهدة التقارير أيضا. ثالثا، الرقابة والتدقيق، وهو ما يعني التقاط وتخزين المعلومات الضرورية حول ما يحدث في النظام. كل مستخدم إذا استخدم صلاحياته بشكل سيء أو قام بعمل مشكوك هو بيخضع للتحقيق والتدقيق في الأمر. خمسة، سلامة البيانات. أنا برضو بقدر أحافظ على سلامة البيانات من خلال استخدام قواعد البيانات، بستطيع أن أضمن عدم ضياع البيانات نتيجة لخطأ المستخدمين أو خلل الكيان المادي أو صار عندي فيروس في الجهاز أو ما شابه. جودة البيانات، باستخدام قواعد البيانات أنا بأستطيع أن أنا أتحكم بنوعية المعلومات المدخلة التي تؤدي بالتالي لتقليل جودة البيانات الغير مفيدة. طبعا أنا عشان أدير البيانات إحنا هنحتاج إلى نظام إدارة قواعد البيانات اللي هو Database Management System، اختصارها DBMS، اللي هي D Database، حرف ال B والM والS. طبعا Database Management System هي عبارة، يعني طبعا هذا برنامج أو نظام كمبيوتر متعارف بعرفوه كل اللي بيستخدمه، اللي هو السيرفرات أو قواعد البيانات. هذا النظام بدير قواعد البيانات، Database Management System، عبارة عن برنامج أو نظام كمبيوتر بتحكم في تنظيم وتخزين وتعديل واسترجاع المعلومات في قاعدة البيانات عند الطلب. تنصب أنظمة قواعد البيانات على السيرفرات، من الممكن أن تتطلب سيرفر واحد في المشاريع الصغيرة، لكن في السيرفران أو أربعة أو أكثر هذا بيكون في المشاريع المتوسطة أو الكبيرة. كل ما كبر المشروع كل ما أنا بحتاج إلى سيرفرات أكثر، لأن أنا بدي كفاءة أعلى وبدي جاهزية أعلى. طيب، توجد في العديد من الأنظمة طبعا المتوفرة، 7 أنظمة أنا موجودة كما هو الحال عند أنظمة التشغيل، فلقواعد البيانات إصداراتها وطبعاتها، وأن أمثلة كتير. يستحسن أن نختار أحدث إصدار وأنسب طبعة لقاعدة البيانات مع أخذ النقاط التالية بنظر الاعتبار. التطبيق البرمجي، يعني للأرشفة الإلكترونية، هناك تطبيقات بتعمل على قاعدة بيانات معينة فقط، هناك تطبيقات أخرى بتوصي باستخدام عدة قواعد البيانات. مثلا تطبيقات مايكروسوفت أبليكيشن الجاهزة منها أو المنتجة قبل شركات أخرى، عادة بتستخدم قاعدة بيانات مايكروسوفت SQL Server. هذه تستعمل قاعدة بيانات مايكروسوفت أكسس للمشاريع الصغيرة، هذه من جهة، ومن جهة أخرى من الممكن أن التطبيق يوصي باستخدام إصدار معين أو طبعة معينة لقاعدة بيانات معينة. لذا من المهم جدا قبل اتخاذ قرار شراء نظام قاعدة بيانات الاستشارة بالشركة المنتجة لتطبيق الأرشفة الإلكترونية ودراسة كافة متطلبات التطبيق. طبعا المايكروسوفت اللي هو مايكروسوفت أكسس
احنا بنلاقيه موجود. يعني انت لما تنزل اللي هو الاوفيس كامل انت بتلاقي بس يعني الاكسل اللي بتعرفه، الوورد، الباوربوينت، لكن لو تصفحت اكثر هتلاقي فيه ان مايكروسوفت اكسس، وان في كثير برامج اخرى بنستخدم لقاعدة بيانات ممكن صغيرة انت تديرها من خلال جهازك. عقود الضمان طبعا والدعم والصيانة مع الشركات الباعدة لقاعدة البيانات هي اللي بتحفظ لك، وعملية الدعم والصيانة والحفاظ على استمرار قواعد البيانات بدون توقف، لأن بتوقفها تتوقف المنظومة بأكملها. يعني لازم يكون في ضمان اللي هو الداتابيز بتاعتك، اللي هو محدش يلعب في بياناتك وتقدر تحافظ عليها. النقطة اللي بعدها نيجي على الأجهزة المطلوبة طبعا لعمليات الأرشفة. عندي أجهزة طبعا معروفة أنا بحتاجها عشان أرشف بياناتي، طبعا احنا قلنا بالإضافة للأجهزة اللي ذكرناها، مثلا السيرفرات، أجهزة مركز البيانات أو غرف السيرفرات، أجهزة الشبكة الإلكترونية، كل هذه الأجهزة أنا بحتاجها. لكن أنا برضو بحتاج أجهزة أخرى عشان أستعملها في عملية المسح الضوئي للأوراق وإدخال البيانات. هنا سنحاول أن نشرح بالتفصيل هذه الأجهزة، وسنوضح أنواعها وصفاتها ووظائف كل منها. أولا المساحات الضوئية، شايفين شكل هذا مسح ضوئي بسيط، طبعا هذه مساحات ضوئية مسطحة باختصار شديد. المساحات الضوئية جهاز بيقوم بمسح الأوراق، يعني سكينر، كنا عارفين الصور، وثائق، خرائط، بمسحها ضوئيا وبصورها، بحولها لصورة رقمية بتم حفظها كملف رقمي سواء على القوس الصلب أو السيرفر أو أجهزة التخزين. تعتبر المساحات الضوئية عنصر فعال في بناء منظومة الأرشفة الإلكترونية، يعني هي أهم خطوة ساعدتنا على الأرشفة الإلكترونية. هذا بيكون من خلال دورها، بنحول الوثيقة من ورقية لملف إلكتروني نتيجة لدورها الفعال في مشروع الأرشفة الإلكترونية. يجب تطبيق خطة صيانة دورية للمساحات الضوئية لبقائها صالح العمل على الدوام، لأنها بنحتاجها باستمرار. هناك أنواع من المساحات الضوئية، أول شيء في المساحات الضوئية المسطحة زي ما أنتم شايفينها، فليت بيد سكينر، تعتبر من أكثر الأنواع انتشارا، وهو ما تشاهده غالبا في معظم المكاتب، يشبه في آلية عمل آلة التصوير. طبعا هذا ده تفصيل غطاء كتابي لوح زجاجي زي ما انتم شايفين. المساحات الضوئية التلقائية زي ما انتم شايفين، بتحط اللي هو الورق فبيطلع لك بمسحها وبيطلعها من الجانب الثاني، لكن وين بتلاقيها؟ تلقائية على جهاز الكمبيوتر، ما إلك علاقة. هذا طبعا أسرع، مسح ورقة واحدة فقط للمرة الواحدة، في حين أن البعض الآخر لديه القدرة على مسح مجموعة من الأوراق تلقائيا. هذا النوع تستعمل في مشاريع الأرشفة الإلكترونية نظرا لسرعتها في مسح الأوراق، وهذا اللي بنحتاجه أكثر. طبعا المؤسسات الصغيرة بنحتاجها هذه، يعني الصور، الهوايا، البيانات، دائرة المشتريات، الموظفين ممكن يستخدموا هذه، لكن في أرشفة المكتبات والكتب والأوراق الكثيرة أنا بحتاج هذا النوع من المساحات الضوئية التلقائية. في عندي طبعا مساحات ضوئية يدوية، شايفين نفس الشكل هذا بالإيد، بس مجرد يروح يمين شمال بيمسح الكتاب. طبعا أحيانا أنا بحتاج بعض الكتب القديمة أو الأوراق التالفة لهذا النوع من الكاميرات الرقمية. المساحات الاسطوانية، تلاحظوا هاي الشكل، مساحات اسطوانية. طبعا قبل انتشار المساحات الضوئية المكتبية كانت اغلب الصور يتم تحميلها للكمبيوترات والسيرفرات عن طريق استخدام هذا النوع من المساحات، لكن اسعارها غالية وصعوبات فنية كبيرة لها، انحصر استخدامها في المؤسسات الضخمة عشان يفصلوا الالوان. يقوم الفنيون بوضع الأوراق المطلوبة ويمسحوها ضوئيا على مكبس زجاجي، بيتم تدويره بسرعة عالية حول محبس مركزي بيقوم بالتقاط الصور. يعني على الرغم من هذا النوع يعتبر أفضل أنواع المساحات وأدقها على الإطلاق، لكن الشركات المنتجة خفضت أسعارها بشكل كبير، إنها تبقى باهظة الثمن بالمقارنة بالأنواع السلفة الذكر، ولكن بتعطيك جودة ما فيش يعني بعدها جودة. في مساحات ضوئية للخرائط، طلعوا كيف شكلها بهذا الشكل، لكن هذه بتكون مرتبطة ببرامج مختصة بأنظمة المعلومات الجغرافية، يعني بتركب لها برنامج معين.
طبعا اشهر العلامات التجارية انا بقول لك كانون والاتش بي والشركات التانيات، يعني مش مهم الشركات، المهم انه جودتها وفعاليتها ونوعها. عند اختيار مواصفات المساحات الضوئية والشركات المنتجة ناخذ بعين الاعتبار الدقة، السرعة، حجم الاوراق، سمك الاوراق، واجهة الورقة. هذا اهم شيء بدي، يعني شغلات بدي احطها في بالي: دقة، سرعة، حجم الاوراق، التعرف الضوئي على الحروف. طبعا هذا نوع من التطبيقات مستخدم لتحويل الصور النصوص الموجودة في المستندات الى مثل الممسوحة ضوئيا او الصور، ويقرأها على شكل حروف. تستخدم برامج التعرف الضوئي على الحروف على نطاق واسع في مختلف المجالات العملية. مشاريع الأرشفة الإلكترونية باعتباره شكلا من إدخال البيانات. اليوم لو في برنامج أو صفحة على التليجرام، أنت ممكن تحط صورة يفرغ لك النص ويحط لك إياه جاهز، بس من الصورة يفرغ لك النص من الصورة ويكتب لك إياه. تخيل هذا بس على الجوال اللي في إيدك، فما بالك برامج بتفرغ وبتتعرف على الحروف زي المستندات. هذا بس كتير بستخدمه، استخدمه يعني في السجلات المطبوعة، قاعدة البيانات، بوفر الوقت، بوفر الجهد. الكمبيوترات طبعا في السنوات الأخيرة دخل جهاز الكمبيوتر حياتنا، كنا عارفين الكمبيوتر وش بنستفيد منه، السيرفرات اللي هي كمبيوترات في الأصل بس لكن مواصفات عالية. الكمبيوترات أيضا بتحتاج إلى أنظمة تشغيل عبارة عن مجموعة من البرامج الهاردوير، يعتبر احنا نظام الويندوز اللي احنا عارفينه، في أنظمة تانية أخرى زي اللي هو اللينوكس. اللينوكس واللي هو دي عديد من برضو البرامج كلها، المهم ماكنتوش، لينوكس، ويندوز. يعني قبل اتخاذ الماكنتوش يعني كتير بيستخدموه اللي هو احنا في الصحافة، يعني اللي هو في الصحف كيف نصمم عليه ونشتغل عليه، خلاص على الماكنتوش. لكن الويندوز اليوم بتنزل عليه برامج وممكن تصمم عليه اكثر من الماكنتوش ولا اللينوكس. تمام، انا بفضل الويندوز دايما، متعارف ومعروف وشركة عالمية من اعظم الشركات. قبل اتخاذ قرار شراء الكمبيوترات واختيار مواصفاتها المادية وتشغيلها، يجب دراسة كافة متطلبات التطبيق البرمجي للأرشفة والاستشارة بالشركة. نحتاج إلى برامج ثانوية: مايكروسوفت أوفيس، الأبد، ريدر، الأنتي فايروس عشان الاختراقات أو الفيروسات. يعني كنا عارفين الويندوز، وعندنا الحين النقطة اللي بعدها أجهزة ومستلزمات مساعدة. لو تلاحظوا هذا الرقم، مش لاحظوا الجهاز الضوئي اللي في ايده كيف بيقرأ الأرقام. في أجهزة الاستنساخ، لاحظوا تستخدم مرحلة الإعداد والتحضير لاستنساخ بعض الوثائق القديمة أو المتهرّة يدويا. الطابعة، تستخدم الطابعة لطباعة التقارير والأمور الإدارية. في طابعة الباركود لطباعة الشفرة الخيطية، هذا بيجيب لك مثلا الشفرة أنت بتكون حاططها وحاطط سعرها في محلات السوبر ماركتات. قارئ الباركود هو جهاز إلكتروني، قارئ الباركود جهاز إلكتروني بيستعمل لقراءة الباركود والتي سبق وتم لصقها على الملفات والوثائق الورقية، وتستخدم لإيجاد وثيقة معينة بسرعة. المخزن، مساحة معينة، قد تكون غرفة أو قاعة أو بناية بأكملها، بنحفظ فيها الوثائق الآتية من المصدر قبل البدء بأرشفتها. قد تكون الوثائق مصنفة بترتيب معين أو عشوائية الترتيب، قد نحتاج إلى إعادة ترتيبها بنمط معين حسب الطلب. تستخدم المخزن أيضا لحفظ الوثائق بعد الانتهاء من أرشفتها وقبل إعادتها إلى مؤسساتها الأصلية. قد تحتوي المخزن على رفوف ودواليب، ويجب أن تكون أثاث الأماكن المخصصة لخزن الوثائق. طبعا أنا بقولش على السوبر ماركت، هذا بيكون يتكلم إنه يعملها بالشكل هذا والأرقام على عدد مهول وكبير وضخم من المعلومات ممكن الواحد يخزنها بهذه الطريقة. القرطاسية، في مرحلة تحضير الوثائق قد نحتاج لبعض القرطاسية والمعدات، الشوائب، الدبابيس، مساحات ضوئية تعرقل عملية المسح الضوئي، المواد الاحتياطية وقطع الغيار لضمان الجاهزية العالية للمشروع عموما وعدم توقف العمليات. يستحسن تخزين مجموعة من قطع الغيار الأجهزة الضرورية، هذا طبيعي. التطبيق البرمجي للأرشفة الإلكترونية، يعتبر برنامج أو تطبيق الأرشفة الإلكترونية سوفت وير أبليكيشن بمثابة الواجهة الأمامية. تمام، فونت
إند للنظام، والتي من خلاله يستطيع المستخدمين المرخصون الدخول إلى النظام وإدخاله وتعديل رؤية البيانات. أما البيانات نفسها فهي موجودة في قاعدة البيانات في الداتابيز على السيرفرات التي تعتبر الواجهة الخلفية للنظام. باك إند عادة يتم إدخال البيانات الوصفية لكل وثيقة من خلال التطبيق البرمجي. أنواع التطبيقات البرمجية، عندنا بعض الأنواع زي ما أنتم شايفين، ستاند الون ابليكيشن، عندي كليند سيرفر باسد ابليكيشن اللي هو بيستخدم الشبكة المحلية الآن، عندي الويب باسد ابليكيشن بيستخدم اللي هو الشبكة الواسعة صفح الويب. كيف بدي احصل على تطبيق البرمجي؟ بشتري، بستعين بشركة متخصصة انتاج تطبيق برمجي داخل المؤسسة وبرضو انا بتبناه. افضل تطبيق برمجي لإدارة الوثائق، طبعا مبرمجين كتار وبنقدر احنا نجيب ونعد برنامج اللي هو ندير فيه، او في برامج معروفة ومتآلفة بيستخدموها شركات كبرى ومتطورة. يعني يبحث عن التطبيق المناسب اللي بيحتاجه، بحدد خصائصه حسب الوثائق اللي هو بيتعامل فيها. طبعا هذا في مواصفات تشغيلية للتطبيقات، طبعا المواصفات التشغيلية واجهة التطبيق بدها تكون سهلة الاستخدام، غير معقدة، لا تحتاج الكثير من التدريس، متعددة اللغات، متعدد المستخدمين، الحفاظ على السرية التامة للبيانات، تعدد مستويات الصلاحيات المستخدمين، حماية عالية للملفات، تكامل، اندماج، انسيابية، إمكانية تصنيف وتنظيم مفهرسة الوثائق، إمكانية إضافة كلمات مفتاحية، القدرة على تقديم التقارير والإحصاءات، إمكانية تصدير الملفات وتحويلها. في مواصفات فنية، يعني لازم تدعم أنواع الملفات جميعها، تدعم معظم أنواع المساحات الضوئية، تدعم تقنية التعرف الضوئي، استخدام قواعد بيانات متميزة، مرونة، سهل التطوير والتحديث، موارد بشرية، تشمل إدارة الموارد البشرية للمشروع على عمليات تخطيط وتنظيم وإدارة وقيادة فريق المشروع. وضع خطة الموارد البشرية، يعني عملية منظمة بدها شغل اللي هو نقيم الموظف ونحسن من أداءه ونواكب التطورات التكنولوجية ونقلل من الحاجة إلى الإشراف. الموظف المتدرب بحاجة إلى أنه يعتمد على نفسه. مراقبة مستمرة، بدناش مراقبة مستمرة لأنه بدنا تقنين ممنوع الخطأ في هذا الوضع أو هذه الأحوال. تخفيض نسبة حوادث العمل، تحقيق الاستمرار، يعني هذه حاجات للاستدامة للمشروع وتطبيقه. عشان ننفذ المشروع احنا محتاجين إلى نصب السيرفرات، إنشاء حسابات، اختبارات، يعني أشياء كتير بحاجة إلى تقنيات واسعة. أنا مش محتاج أنا أعرفها كتير، لكن هذه ممكن المبرمجين والمختصين يكونوا أكثر أهمية فيها. إلى هنا تنتهي محاضرة اليوم، ونراكم في المحاضرات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.